أهلا بكم. بعث الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برسالة إلى ابنته المعتقلة علا بعد مرور 100 يوم على اعتقالها، طلبها بالثبات على ما هي فيه من ابتلاء، مؤكدا أنهم يحاكمونه في شخصها ويعاقبونه في صورتها، وألصقوا بها اتهامات لا صحة لها مثل ما فعلوا معه. وكانت أسرة الشيخ يوسف القرضاوي قد أكدت في بيان صادر عنها أن علا المحبوسة احتياطيا بمصر تعاني تدهورا حادا في حالتها الصحية، وحملت الأسرة السلطات المصرية مسؤولية تدهور الحالة الصحية لعلا، مؤكدة أن ما يحدث معها هو قتل بطيء خلف الأسوار. ابنتي وحبيبتي علا، فلذة كبدي ومهجة قلبي وثمرة فؤادي، ابنتي التي لها مني كل القلب، ومن قلبي كل الحب، ومن حبي كل الصدق، ومن صدقي كل الإخلاص. حبيبتي، صار لك أكثر من 100 يوم في سجون الطغاة، وما أطول أيام الظلم على المظلوم، حتى لكأن اليوم بسنة، ستنقضي إن شاء الله أيام الظلم هذه، وتعودين وزوجك سالمة غانمة. الأصل في الإنسان أنه بريء، هكذا يراه القانون، كل القانون، والأصل في كل متهم أنه بريء ما لم تدينه محكمة عادلة، ومن حقه أن يستأنف الحكم، ومن حقه أن يلجأ للنقض، والأصل في محاكم النقض أنها مع المتهم حتى تبرئه أو تدينه، والله وكيل عليها. لماذا يعاملونك هذه المعاملة القاسية؟ ولماذا هذا الحبس الانفرادي في زنزانة ضيقة لا يعرف فيها ليل من نهار؟ بل لماذا الحبس أصلاً؟ ولماذا التشهير في الصحف والأخبار أثناء المحاكمة؟ ولماذا المنع من الحقوق الأساسية من زيارة ورعاية صحية ودواء؟ فلا ارتكبت كبيرة ولا صغيرة، لا دينية ولا دنيوية، ولا شاركت في مظاهرة ولا مغامرة، وقد مر عليك سنوات وأنت تخرجين وتدخلين وتسافرين وتعودين، ولم يقل لك أحد أي كلمة، فما الذي جرى اليوم؟ وأبوك يا ابنتي قد سار بين الناس طول عمره بالدين وتعليم الدين، فقيها ومفتيا وداعيا ومعلما وشاعرا وكاتبا، ما خان أمته ولا أضاع رسالتها ولا كذب عليها في حياته منذ عرفه الناس إلى أن جاوز 90. علا ابنتي، شاء الله أن يجعل لك من اسمك نصيبا، فيعلي من قدرك في الدنيا والآخرة، ويثقل ميزان حسناتك، وإنك وأنت في زنزانتك الضيقة لأعلى قدرا من ظالمك في قصره المنيف، وأحب إلى الله وإلى قلوب عباده منه. وكم من مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة في أقاصي الأرض يستغفر لك ويسأل الله لك ويدعو لك ولإخوانك وأخواتك المظلومين بفرج قريب وانتقام عاجل من ظالميك. ولن تضيع هذه الدعوات في الدنيا ولا في الآخرة، فقري عينا وانشرحي صدرا وابتسمي ثغرا، وثقي أن دعوة صالحة تصدر من المظلومين المضيق عليهم في سجونهم جديرة أن تفسد على الظالمين دنياهم وتجعلهم خائبين، وما ربك بغافل عما يعملون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. للتعليق على هذه الرسالة تنضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن آية حسام، المتحدثة باسم حملة الحرية لعلا وحسام. آية، أرحب بك في البداية. هذه الرسالة من جدك الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي إلى ابنته، وهو الفقيه والأديب والشاعر والداعية. يعني كيف استقبلت هذه الرسالة التي أرسلها الدكتور يوسف القرضاوي إلى ابنته والدتك علا القرضاوي؟ أولا شكرا يعني سمحتوا لي نتكلم في البرنامج. أعتقد أنه يعني أحيانا بنتكلم عن الشيخ يوسف القرضاوي كداعي ومفكر إسلامي، وبننسى أنه يعني في آخر اليوم هو أب وجد، ويعني يرى ابنته في حبس انفرادي لمدة 100 يوم. ويوم الأحد الماضي سمعنا أن هي يعني فقدت وعيها، ويعني داخلت لدقائق معدودة. فيعني هذا موقف يعني صعب جدا على أي أحد، وصعب جدا على أب إنه هو يعني يشوف بنته في هذا الوضع يعني. ومع كده الرسالة جت يعني لتثبتنا وتصبرنا كعادة الشيخ يوسف القرضاوي يعني، وترجع إلينا اليقين في قوة الدعاء وقوة الصبر
وإنه إن شاء الله يعني كل هذا الدعاء يكون من نصيبهم، وكل هذا يعني الوقت اللي يقضوه في هذا الظلمة هيكون إن شاء الله يعوض لهم يعني بإذن الله. نعم، يعني آية حسام، الحديث حول هذه الرسالة، هل وصلت هذه الرسالة لوالدتك أم لا؟ لا، هذه الرسالة لم توصل لوالدتي بعد، لأن هي خرجت بعد آخر تجديد يعني، فلم توصل لوالدتي، ولا أعرف إذا كان في طريقة حتى أن هي توصل، لأن طبعا يعني المحامية يشوفها لدقائق معدودة في كل تجديد، ويعني حتى ما بتكونش يعني وقت ليهم يعني منفرد أو كده، فالكلام اللي ممكن يتقال أو ممكن يوصل بيكون مقيد. نعم، يعني هي الرسالة موجودة على صفحة الشيخ على الفيسبوك، وهذا يأخذنا إلى فحوى الرسالة. يعني آية، الحديث حول أنه آخر الأخبار حول إجراءات التي تتم لوالديك، سواء التجديد، وضعهم في المعتقل الزنزانة كما تحدث وصف الشيخ في رسالته، كيف هو الحال؟ والله الحال يعني زي ما بدأ، هم لسه في حبس انفرادي تام في أوضة يعني ليس حتى بها شباك أو شمس يعني يدخلها، ليس بها هواء، لا يخرجون إلا للدقائق معدودة للحمام مثلا في أول اليوم، ليس عندهم مراتب أو أكل نظيف، لا يسمح لهم بالزيارة، ويعني حالة أمي تدهورت يعني لدرجة إن هي يعني أغمى عليها في الطرقات وهي رايحة يعني لعرض النيابة، وحتى مع هذا يعني رفضوا إن هم ينقلوها المستشفى أو إن هم يجيبوا لها يعني حد يعني يكشف عليها، لكن يعني المحامي هو اللي ساعدها ويعني أفقها يعني من الوضع ده، فيعني الوضع كما هو عليه، والتجديد مستمر كل 15 يوم من غير أي دليل ومن غير أي أوراق رسمية ومن غير أي عرض على النيابة، فيعني الوضع كما هو عليه من هذه الناحية. نعم، ربما آية الحديث حول ما يحدث مع والدتك علا القرضاوي وأيضا مع والدك حسام خلف يأخذنا إلى رسالة الدكتور القرضاوي في رسالته إلى ابنته، تحدث وتساءل ما الذي يحدث، يعني ما الجديد، يعني أنت يعني عن والدتك كنت تذهبين وتخرجين من مصر وتعودين إليها، فما الجديد، يعني كيف رأيت الاتهامات التي وجهت لوالديك؟ والله احنا يعني نرى ان هي اتهامات باطله وليس لها اساس وليس لهم اي علاقه بالقضيه اللي هم وضعوا فيها، وزي يعني ما قلت في الاول انه القبض حصل علشان يعني مشكله حصلت على نقل العفش من الشاليه، اللي ما كانش فيه يعني امر بالقبض مسبق او ان هم كانوا يعني يبحثوا عنهم منذ فتره، هم يعني في منزلهم في المقطم وفي الشاليه في الساحل الشمالي كما يعني بقالهم سنين في نفس الاماكن، يعني لم يكونوا هاربين او اي شيء، فالقبض تم بطريقة يعني عشوائية وليس لها يعني أي تفسير أو أي أسباب في هذا الوقت يعني، ولم يقدم أي تهم يعني واضحة أو أي اتهامات واضحة يعني بهذا الموقف اللي هم فيه يعني. نعم، آية، سؤالي الأخير متعلق أيضا بهذه الرسالة التي وجهها الشيخ القرضاوي إلى ابنتي علا والدتك، يعني قال ستنقضي إن شاء الله أيام الظلم هذه وتعودين وزوجك لأهلك وبيتك سالمة غانمة، وتحدث في نهاية الرسالة فقري عينا وانشرحي صدرا وابتسمي ثغرا أنت وزوجك، وثقي أن دعوة صالحة تصدر من المظلومين المضيق عليهم في سجونهم جديرة أن تفسد على الظالمين دنياهم. يعني ما الرسالة التي تودين من خلال هذه المسائية توجيهها لوالديك للمسؤولين حتى في مصر؟ والله للمسؤولين يعني أنا بطالبهم إن هم يعيدوا النظر في يعني هذا القرار، ويفكروا إيه المطلوب أو يعني إيه الاستفادة من إن هم يعني يسجنوا أمي 55 سنة، يعني لا تشكل أي خطر ولا أي ضرر على مصر ولا على المجتمع، ويعيدوا النظر في الوضع اللي هم يعني حاطينهم فيه وأحملهم مسؤولية سلامتها. ومن الناحية الأخرى يعني أقول لأمي وأبي إن هم يصبروا، وإنه يعني زي الشيخ يوسف القرضاوي قال يعني دعوة المظلوم يعني يفتح لها أبواب السماء، ويعني بإذن الله يعوضوا يعني عن كل هذا الألم، وإن شاء الله يعني نجمع بيهم قريبا ويكونوا على أحسن حال بإذن الله. شكرا لك آية حسام، ابنة علا القرضاوي والسيد حسام خلف المعتقلين في مصر، شكرا جزيلا لك.